ان الانسان يعني بيتولد هو مولود مكتئب او مولود متشائم، وده مش حقيقي. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اي سلوك انساني، اي سلوك الانسان بيعمله بيبقى نابع من مجموع 3 حاجات مع بعض: عوامل وراثيه، وما يورث فقط هو الاستعداد. يعني ما يكونش واحد متشائم ولاده يجي متشائمين، اللي بيورث فقط الاستعداد. واحد مكتئب مش هيخلف ولاده مكتئبين عندهم استعداد يصابوا بالاكتئاب. واحد موسوس مش هيخلف عياله موسوسين عندهم استعداد يصابوا بالوسواس. العامل الثاني اللي التنشئه الاجتماعيه هي اللي بتأيد العوامل صحيح. البيولوجيه او تنفي اثرها. العامل الثالث هو الموتيف اللي هي الدافعيه، هل هو عنده دافعيه ان هو يبقى كده ولا لا. خليني بس اخرج من التقرير العظيم ده بحاجه لطيفه: هو ثقتنا في نفسنا اهم ولا ثقتنا في الله؟ في الله طبعا. للأسف كلام غلط. ليه؟ ثقتنا في نفسنا أهم من ثقتنا في الله. أنا عارف إن كلامي كتير بيكون صادم، بس صدقيني لما تركزي كويس في اللي أنا بقوله هتعرفي إن هو قمة الإيمان بالله. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يدعونا للثقة فيه قال إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لما نركز في نفسنا إحنا نثق بالله، ما قالش وفي نفسي أفلا تبصرون. إذا دعوة ربنا لأن إحنا نؤمن به كانت التفكر والتدبر فينا إحنا، وبالتالي الثقة بأنفسنا، وبالتالي الثقة بصانعنا. لما أجي أثق في نفسي أنا أحسن الثقة بالله بعد كده. لما أعرف قيمة نفسي أنا أعرف قيمة ربنا، وإن معرفتي الحقيقية بربنا تتوقف ولا تنتهي عند معرفتي الحقيقية بي، ثم إدراكي الكامل والواعي لكل اللي حواليا. المسألة هنا مرتبطة بإن من يملك ثقة بنفسه أقل بيعمم نظرية عدم الثقة على كل اللي حواليه، بيقول لك أنا مش شايف إن اللي جاي ده ممكن يكون أحسن، والدنيا دي مش هناخد منها حاجة، وإحنا مخلوقين، ما إحنا مخلوقين ليه؟ تجيبي واحد مثلا عنده ديبريشن، هو يعني مريض بالاكتئاب، او مش شايف الدنيا خالص، او بيتعالج بقاله فتره وبياخد ادويه وما بيتحسنش، او بيتعرض لاستغلال علاجي او وات ايفر، وتقولي له يعني ثق في الله وخلي عندك ايمان، استحاله هيقبل هذا الكلام. ليه؟ لان هو بيقول لك خدي كل حاجه انا ربنا ادهاني زي ما انت بتقول، بس خليني ابقى عايش مبسوط، او ابقى قايم مش خايف، او ابقى حاسس ان انا حياتي احسن. لكن لما ثقته بنفسه بترجع بيبدا يستحمد من جواه، يعني يستجلب إحساس الحمد ويمارس هذا الحمد وينعم بطاقة الشكر. لذلك الظنين بالله ظن السوء ما لهم عليهم دائرة السوء. ببساطة شديدة كنا اتكلمنا في حلقة قديمة إن الإنسان بيتمتع بقدر من الطاقة النفسية بنسميها الليبيدو، وده عكس الطاقة البدنية اللي اسمها باور. هذه الطاقة النفسية بتطلع عن طريق المسام زي العرق، بتكون حوالينا هالة، الهالة دي حوالين كل واحد فينا، يعني كل شخص موجود هنا في الاستوديو بيبقى حواليه هالة، بتخليه أقرب لأن هو يبقى قريب من الشخص ده، أبعد لأن هو يبقى بعيد عن الشخص ده. في مجال الإنسانيات عكس مجال الفيزياء، في الفيزياء الأقطاب المتشابهة بتتنافر، في الإنسانيات الأقطاب المتشابهة بتتجاذب. هذه الدائرة من الهالة النفسية. الدائرة دي لو كانت إيجابية بتبدأ تخليك عايش حياتك بمنتهى الإيجابية. هتلاقي الشخص المتشائم هو قايم من النوم متشائم، يفتح الحنفية الماية قطع، يفتح الباب المفتاح يتكسر في إيده، يجي ينزل الأسانسير عطلان. قانون الجذب، أولا لا جذب بلا سعي، وجذب بلا سعي كذب. ممتاز. يعني أنا عشان أجذب الأمر الإيجابي لازم أمارس الإيجابية فأزيد في هذه الإيجابية. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني في فعل أنا بعمله بعد ما بعمله اللي هو فعل الشكر، والشكر مش لفظ، الحمد هو اللفظ، أما الشكر فعل عظيم. يعني بشكر النعمة. ازاي شكر النعمة؟ الحفاظ على النعمة اللي لسه زادة من النعمة. ما بقاش ربنا مديني النعم وانا بقول لا انا اتخلقت في الدنيا دي كده وخلاص مش هعمل اي حاجة. هذا الامر بيكون مرتبط بايه؟ بان هل قدرة الثقة فيا ينعكس على قدرة الثقة فيما اتاني ربي من امكانيات ولا لا؟ بفعلها ولا مش بفعلها؟ لما جينا عرفنا التشاؤم قلنا ان هو مجموعه من الافكار الاليه السلبيه الاوتوماتيكيه اللا اراديه اللي بتنهال على الشخص عن نفسه، عن اللي حواليه، عن مستقبله. الشخص المتشائم هو شخص صدق هذه الأفكار ثم تفاعل معها ثم استسلم ليها. ما فيش حد في الكون لا يعاني من وجود الأفكار الآلية المتكررة بشكل سلبي. ما فيش حد في الدنيا ما بيجيلوش هذه الأفكار السلبية. ما فيش حد في الدنيا ما بيجيلوش أفكار وحشة عن نفسه، عن اللي حواليه، عن مستقبله. يعني ألفت نظرك لحاجة، إحنا ماشيين في الشارع سمعنا واحد بيقول يا غبي، أنا بصيت مين؟ خدت أنا الشتيمة. نفسك معاكي ولا ضدك؟ طول الوقت ضدك، طول الوقت. اوكي، ليه؟ الى ان يتم ترويضها وترتقي في مجموعه
درجات النفوس، ودي حلقه طويله نبقى نعملها بعدين، بس الناس اللي بتتابعني عارفه ان انا شرحت الموضوع ده قبل كده باستفاضه كبيره جدا، ان انواع النفوس درجات، مفيش حاجه اسمها نفس واحده، النفوس انواع ودرجات، تبدا بالنفس الاماره بالسوء اللي هي ضدك على طول الخط، اذا ما ارتقيت اصبحت نفس لوامه. ايه النفس اللوامه؟ بتعمل ايه؟ تمدك بكم من الافكار السلبيه لا حصر لي. قدامك خيار من اتنين، اما انك تستسلم لهذه الافكار السلبيه وهتقول دي جايه من جوايا اذا هي صح، لا والله عمرها ما كانت صح. نفسك انت طول عمرك بتجاهد عشان انت اللي تبقى سايق مش هي اللي سايقه، انت اللي تبقى متحكم مش هي المتحكمه. لذلك لما تحدث النبي عن الجهاد الاكبر تحدث عن جهاد النفس، وانك لما تسيطر على نفسك تتحول من كتله من الصمت اللي اشبه بالنزيف الداخلي اللي بيحول مجموعة من الناس لحالة من التوتر والدايم والقلق المستمر والاكتئاب في العلاقات والفشل في الاستمرار فيها، ويحول الناس من كتلة من النجاح ربنا خلقنا وادانا كل هذه الإمكانيات لتحقيقها إلى كتلة من الفشل الصامت أو حتى الفشل المعلن. لو استسلمت لده أصبحت كده. الطريق الثاني، ما استسلمتش، حولت كل ما سبق إلى أنك شخص محبوب مقبول مرغوب من كل الناس اللي بتشوفك، تحافظ على ابتسامتك الصادقة مش المصطنعة، بتقدر أن أنت فعلا تحدد أنت محتاج إيه وببساطة شديدة تنفذه، والدنيا صحيح فعلا دار ممر ولكنه ممر ممتع، وربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن أنها دار متاع ما قالش أنه هو مخلوق كل انسان فينا عشان يتعذب، ولا معاذ الله ان ربنا خلقنا عشان يعذبنا، وما ربك بظلام للعبيد. ولما نشرح اسباب التشاؤم هتعرفي ان احنا سبب كبير جدا فيه. ناس كتير لما بتسمع المشكلات اللي في ظاهرها ان حد متالم او بيعاني من علاقاته باللي حواليه ما بياخدش البعد الثالث من الشكوى، والبعد الثالث من الشكوى انك تحط نفسك مكان الشاكي وتفترض هو ليه اختار هذه الشكوى تحديدا. لا، هو مش بيشتكي من مشاعر، هو بيشتكي من افكار. الافكار دي بتبدا شويه بانه بقى موسوس في العلاقات، ثقته بنفسه بتقل تحديدا، بعد شويه الوسوسه دي بتزيد تتحول لشكوك. الشكوك دي في ايه؟ ان دول بيتكلموا عليا، ان دول بيجيبوا في سيرتي، ان دول بيبصوا لي، ان اترجم الغمز واللمز، ان انتوا لقمه، انتوا مش صرحه، انت بترد عليا رد غير صريح، انت بتخبي مني الحاجه. الكلام ده وارد ان هو يحصل بعد تعرض الانسان للصدمات. انا بنصح محمد ان هو لازم يزور معالج نفساني عشان المشكله لا تتفاقم وما يحسش اكتر بالعزله، لانه شويه شويه مش هيعرف يتعامل مع الناس. الموضوع ملوش علاقه بمشاعر الاكتئاب، وجايز ما يكونش له علاقه بالتروما بتاعت مامته، بس ممكن التروما تكون هي اللي فجرت البارانويد اي تي زي او الافكار الاضطهاديه اللي ممكن تبقى موجوده. يعني حضرتك شايف لازم يلجا لمتخصص. يعني ايه فكره اضطهاديه؟ يعني شك مبالغ فيه. الشك ده بيخليني مش مرتاح في اي من العلاقات. وهو دلوقتي انسايتد بيقول لك يا ترى المشكله فيا ولا في اللي حواليا؟ اذا الموضوع قليل، لكن لو زاد يقول لك لا ده انا متاكد ان المشكله فيهم هم. طبعا هو استحاله يتخيل، وانا شايف برضو ناس في الاستوديو ان انت بنسمع مشكله وانت بتسال في حاجات تانية خالص، لكن هي دي المشكله مش اللي احنا بنسمعها.